دلوقتي بتنظم تاني أكبر وأهم مؤتمر على أجندة الأمم المتحدة، وهو مؤتمر دولي لا يقل أهمية عن الكوب، وهو الـ World Urban Forum أو المنتدى الحضري العالمي. وده يعتبر الحدث الأهم على مستوى العالم في مجال العمران والتنمية العمرانية. بنتكلم في 600 فعالية مختلفة هتحصل على مدار 4 أيام. وفي مجموعة حاجات أنشطة معينة هيشارك فيها مسؤولين ورجال أعمال وجمعيات خاصة ومجتمع مدني، بمجموعات تانية بيشارك فيها الشركاء اللي هو حوالي 550 ندوة واجتماع ولقاء. كل ده بينعكس على الفوائد اللي هتظهر عن المنتدى 12. هيسبق المنتدى أسبوع بنسميه أسبوع القاهرة العمراني، بنعرض فيه كل التجارب الناجحة في مجال التنمية العمرانية. عندنا الكثير كمان من الأنشطة والمسابقات والاحتفاليات والزيارات اللي هتتعمل أو هيتم تنفيذها على هامش هذا المنتدى. فإحنا بنتكلم في حالة يمكن هتشهدها العاصمة كلها، المتكلم على القاهرة في كافة ميادينها داخل المنتدى وداخل المقر أو خارج المقر.